بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده احنا هنعمل مع بعض شوية فطير مشلتت، انما ايه حكاية هنعمله فين يا ام سمر؟ هقول لكم هنعمله فين النهارده. هاخدكم معايا فسحة جميلة جميلة جدا، بس تابعوا الفيديو بقى للاخر وشوفوا احنا هنروح فين النهارده عشان نعمل الفطير المشلتت بتاعنا، وهنعمله فين وهنعمله على ايه. مش هتصدقوا، هتجربوا ان شاء الله بالطريقة بتاعتنا، وهفسحكم معايا النهاردة ان شاء الله فسحة جميلة جدا جدا، وهتدوقوا الفطار بتاعنا وهتجربوه بالطريقة بتاعتنا، طريقة الارياف، طريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا مع بعض نكمل الفيديو، وتابعوا الفيديو معايا للاخر، وان شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة مختلف تماما عن كل مرة. عادي مقاديرنا زي ما انتوا عارفين بقى، الدقيق بتاعنا ومعانا ذرة ملح بسيطة جدا، ومعانا معلقتين سكر على الدقيق بتاعنا، وهنعجن خلاص. دي المقادير بتاعتنا، مقادير سهلة وبسيطة جدا جدا. طبعا كلكم عارفين ان الفطير ملهش مقادير زي العجين العادي خالص، بالعكس العجينة بتاعتنا العادية بنحط لها خميرة ومش عارفة ايه وكده، لا العجينة بتاعتنا النهاردة مختلفة خالص. مفيش ملح بس ومعلقتين سكر عشان يخلونا الفطير بتاعنا احمر وداعب وجميل كده، ومقرمش وطري وجميل من جوه زي ما انتوا شايفين يا بنات. النهاردة زي ما قلت لكم عمتي طبعا قاعده معايا اليومين دول عشان عندها شغل في بيتها، ان شاء الله هتبقى جارتي لهنا. فالنهارده بقى يا حبايبي قلنا بقى نقوم نعمل بعد ما خلصنا اكل الشغالين اللي عندنا وتغدينا وغسلنا مواعيننا بقى وخلصنا، قلنا نقوم بقى نعمل شويه فطير مشلتت كده، انما حكايه هنعملهم فيه. هنروح الغيط وهنعملهم في الغيط النهارده، وهنسويه في الفرن البلدي بتاعنا. هاخدكم معايا جوله كده افسحكم في الغيط بتاعنا بقى وايه، والفيديو النهارده هيكون مختلف تماما عن كل مره. بس ادعوا بس المغرب ما يدنش علينا بقى والدنيا تعتم علينا ونحتاس. تابعوا معانا بقى الفيديو للاخر عشان نشوف احنا هنوصل لايه في الفطير بتاعنا النهارده. هنبتدي بقى يا حبايب قلبي نسمي الله ونبتدي نعجن كده زي ما انتم شايفين، عجين عادي خالص، بس اهم حاجه نعجن قوي 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 في العجين بتاعنا عشان نعمل له عرق ونقدر نفرده بكل سهوله ويكون سهل وبسيط معانا جدا جدا جدا. هنبتدي بقى ننزل بالميه بتاعتنا واحده واحده كده ونعجن زي ما انتم شايفين بقى. اقول لكم على حاجه بقى سر كده جميل، احنا اول مره بصراحه نجربه، بس بصراحه كان مختلف جدا جدا. ده دقيق ابيض يا بنات، وحطنا عليه شويه دقيق من اللي هو دقيق القمح او دقيق الغله، حطنا حوالي طبق صغير كده عشان يخلي لنا العجينه بتاعتنا مسكره كده وطعمها جميل، حتى تحسوا كده ان الدقيق يعني ايه عطى على سمار شويه، بس بجد بجد كان طعمه جميل جدا جدا. جربوه وان شاء الله هتعجبكم الطريقه بتاعتنا زي ما انتم عارفين يا بنات. وعادي مفيش عندك دقيق القمح او دقيق الغله اللي هو الاسمر بتاعنا بتاع الارياف، عادي اعملي بالدقيق الابيض عادي، والمقادير بتاعتنا مظبوطه معاكي، واشتغل واعملي شويه فطير مشلتت كده على حبه عسل على حبه مش على حته جبنه بقى، وتاكل احلى والذ فطير مشلتت. اهم حاجة في الموضوع كله انك تعجني العجينة بتاعتك كويس جدا جدا جدا. شايفين يا بنات ما بننزلش بالمية كلها مرة واحدة، لا واحدة واحدة عشان تظبط العجينة بتاعتك وتكون طرية وجميلة معاك زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة نعجنها كويس، لان طبعا انتوا عارفين ان الدقيق بيبقى انواع، فعشان كده احنا بنحرص من حكاية المية، بنقوم نحط شوية قليلين بشوية قليلين عشان نشوف العجينة بتاعتنا هتحتاج قد ايه، يعني المية حسب الطلب على ما العجينة بتاعتك تحتاج حط لها. وهنبتدي نلم كده واحدة واحدة مع العجنة على طول كده زي ما انتوا شايفين يا بنات، نعجن كويس جدا عشان نعمل عرق للفطيرة بتاعتنا، لان احنا هنفردها عايزين يبقى لها عرق معانا عشان تتفرد معانا بكل سهولة. الكلام ده بقى لو احنا بنعمل كحك او بسكوت او بطفور او الحاجات اللي هي بتاعتنا اللي هي الحاجات اللي بتبقى مبسوسة الدايبة خالص، دي لا ما بنعجنهاش، عشان لو عجناها هتعمل عرق وهتبوظ مننا مش هتنفع. فعشان ده فطير احنا محتاجين يبقى له عرق، فهنعجنه كويس جدا زي العيش يا بنات عادي، برضو بنقعد نعجنه عجين كويس جدا برضو عشان يعمل معانا عرق، ونيجي نفرده يتفرد معانا بكل سهوله ما يتقطعش مننا ولا حاجه. العجينه بتاعتنا هي ما شاء الله ابتدت تتلم، هنحط لها برده شويه ميه. على فكره عمتي هي اللي بتعجن وهي اللي بتعمل الفطير، انا كتر خيري بصور بس عشان تبقوا عارفين يعني يا بنات. هي بتقول لي ايه؟ بتقول ان شاء الله انا هعمل كده، وانت قلت لها لا والله انا اقول انت اللي بتعملي وانا بصور.
فهنضحك بقى ولسه هتتبسطوا معانا ان شاء الله من بقية الفيديو. اما نروح الغيط بقى ونخبز وكده، هنروح ان شاء الله واختها هتبقى موجودة برضو معانا، نلم بقى نلم الجيران بتوعي ونقعد نعمل شوية فطير بقى مشلتت بقى وايه، واحنا قاعدين في الغيط وحوالي الزرع بقى والخضرة وزي ما انتوا عايزين بقى. دايما تقولوا لي يا ام سمر احنا عايزين الغيط وصورنا الخضرة ومش عارفة ايه، هصور لكم اللي انتوا محتاجينه، والفيديو ان شاء الله هيكون معاكم جميل جدا. تابعوا الفيديو للاخر، خليكم معايا. انا بحط بقى معلقه السكر، ليه يا بنات؟ البنات اللي هتسال، معلقه السكر يا حبايبي بتخلي العجينه بتاعتنا ايه، مسكره شويه كده وتخليها طعمها جميل، وغير كده بتخلي الفطير بتاعنا يبقى مقرمش، عاتب طعم قرمشه كده من على الوش وطري وجميل. هقول لكم برده شويه حاجات برده عشان الفطير بتاعك ما يبقاش ناشف معاكي ويبقى طري وجميل، وبيدي لون ذهبي جميل برده للفطير بتاعنا. شايفين ما شاء الله العجينه بتاعتنا اتلمت معانا اهيت، وهنبتدي نعجن نعجن نعجن. اهم حاجه تعجني العجينه كويس جدا عشان زي ما قلت لك تعمل عرق، وبعد كده هتبقى معاكي تمام ومظبوطه وان شاء الله هتبقى كويس. طبعا احنا عملنا الفطير بتاعنا مع بعض كام مره، بس المره دي بصراحه هيبقى طعمه جميل جدا، جربوه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. خلصت معانا اهيت العجينه زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. شايفينها ما شاء الله بقى لها عرق خالص اهي، شايفين؟ هنحط بقى شويه زيت كده على وشها ونبتدي برده. شايفين يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي، شايفين لمت؟ كل ما نقول خلاص تقول لا كمان شويه، فاحنا قعدنا بقى جنبها ما شاء الله، خدنا يجي ساعه نعجن في العجين. قلت لها ما احنا اخدنا ساعه كده ان شاء الله هنفردها امتى وهنساوي، قالت ما يسيبش خليكم معايا. فانتوا الاخرين خليكم معانا بقى اما نشوف. تابعوا معانا يا حبايبي، ان شاء الله الفيديو بتاعنا يعجبكم النهارده وهيكون جميل باذن الله. احنا قاعدين في البدروم بتاعنا، طبعا احنا بنشتغل تحت في البدروم ما طلعناش الشقه، بنحب نقعد في البدروم كده جنب البوابه وجنب الخضره ونخرج وندخل بسرعه، يعني قريبين للباب، يعني عشان كده ما بنقعدش في الشقه فوق، لا بنقعد تحت. فاحنا دلوقتي تحت وهناخد بقى العجين بتاعنا وهنخرج نروح الغيط عشان الفرن البلدي هناك، وهصور لكم بقى الخضره والحاجه. هنبتدي بقى يا حبايب قلبي نقطع الفطير بتاعنا كور كور جميله كده، ونحط على وشهم بقى زيت، ونسيب العجينه بتاعتنا ترتاح تماما. حابه ان انت تسيبها كده ترتاح وبعد كده كوروه عادي براحتك عادي خالص، بس احنا بقى كورناهم قلنا يلا عشان نفرد على طول، عشان زي ما قلت لكم احنا كنا بعد العصر، يعني بعد العصر كمان يجي بساعتين، فكان المغرب كان قرب يدخل وكده، فقلنا يلا على السريع كده. حبايبي احنا كده دلوقتي بقى رحنا الغيط بتاعنا، شايفين زي ما قلت لكم احنا يا دوبك في الغروب، الشمس بقى ابتدت تختفي بقى والمغرب هيدن علينا وكده، قلنا يلا نعمل شويه فطير بقى ايه سخنين حلوين كده زي ما انتم شايفين يا بنات. البنات اللي دايما تقول لي صور لنا الغيط يا ام سمر، صور لنا الزرع والخضره. يلا يا حبايبي انا قلت بقى اخوكم معايا النهارده، انا ما كنتش هصور، والله عمتي اللي قالت يلا بقى نصور النهارده، قلت لها يلا يا ست نصور مع بعض ما يضرش، نصور بقى الفيديو بتاعنا الجميل ده ونعمل شويه فطير بقى مع بعض حلوين كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. هنسمي الله ونبتدي بقى نفرد في الفطير بتاعنا. اخذنا الطبليه واخذنا الحصيره واخذنا بقى العزال بتاعنا واحنا رايحين بقى وقعدنا نشتغل، وما شاء الله كل الجيران اللي راحوا واللي جايه تحود علينا ندوهم بقى فطير، قعدنا نوزع في فطير واحنا قاعدين. بقى اللي رايح واللي جاي مبسوط قوي ان احنا قاعدين في الشارع وبنعمل في الفطير بتاعنا، بس ما شاء الله كان جميل والله بجد، كل اللي اكل منه شكره ما شاء الله وقال جميل بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا ام محمد يا غاليه، زي ما انتم شايفين يا بنات بسم الله ما شاء الله، عسل 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 عسل، شايفين بتفرد معانا بكل سهوله، لان احنا عجناه زي ما قلت لكم، ما قلتلكوش عجناه امتى؟ بعد الغدا، وسبناه بقى يرتاح خالص لما قلت لكم قرب المغرب، يعني مش العجينه عجناها على طول واشتغلنا، لا يا بنات احنا عجناها وكورناها كور كده بعد الغدا، الكلام ده بعد الظهر، وسبناها بقى لقرب المغرب، وبعد المغرب بقى ابتدينا نفرد العجينه. شايفينها بسم الله ما شاء الله فرده الطبليه خالص ومعديه الطبليه بتاعتنا كمان كبيره ما شاء الله، شايفينها؟ تشدها بس معاكي كده وتلاقيها تمشي معاكي سهله سهله جدا، شايفين بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا ازاي؟ اهم حاجه يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم تظبطوا العجينه بتاعتكم وهي تبقى معاكم جميله وكويسه جدا، اهم حاجه عجنها كويس ان انت تعملي لها العرق، العرق اللي هيخليها معاكي حلوه، ولو اتقطعت منك عادي وانت بتفرديها عادي ما فيش مشكله، كل ده بتقفل مع بعضه لان احنا بنقفلها زي الظرف،
وده كله بيبقى في قلب الفطيرة، ما بيبانش يعني ولا حاجة. شايفين هنبتدي بقى نقفل، واحنا طول ما احنا بنقفل نحط سمنة بقى ونقفلها، وما شاء الله هتبقى جميلة معانا. قفلنا اتنين اهما، وهنشتغل برضو نكمل بقية الفطير بتاعنا، هنسمي الله برضو ونبتدي نفرد كده بكل سهولة كده يا بنات. ما شاء الله العجينة بتاعتنا ماشية معانا خالص اهي، سهلة وبسيطة جدا. واحنا قاعدين بقى ما شاء الله، والجيران اللي رايح واللي جاي بتعملوا ايه؟ نقول بنعمل فطير. بتعملوا ايه؟ بنعمل فطير. تعاكل فطير، ونطلع بقى ونأكل اللي رايح واللي جاي. الناس بقت مبسوطة بصراحة يعني. شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجة عسل 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 عسل. اهم حاجة بالله عليكم ما تنسوش بقى تحط لنا لايك 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 للفطير بتاعنا، احلى فطير والذ فطير. لايك بقى، وصلتوا معانا للنقطة الجميلة دي، حطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وحبايب قلبي الفرن بتاعنا شايفينه، فرن زقنون كده جربناه. فاكرين يا بنات الفرن اللي كنت بقول لكم احنا بنشوي فيه سمك؟ ما شاء الله اتمدن شوية وقفلناه وعملناه فرن زقنون كده. زي ما انتم شايفين كده يا بنات عملناه، وهوريكم برضو الفرن الكبير ان شاء الله. احنا بقالنا فتره ما خبزناش في الفرن الغاز ولا عملنا فيه حاجه، لان احنا بنحب نخرج بره نشغل الفرن ده ونتلم احنا بقى وحبايبنا وجيراننا وما شاء الله ساعه ما نشغله الحبايب يجوا، اللي عايز يشوي سمك واللي عايز يعمل فطير واللي عايز يعمل كمام، وما شاء الله لمه الحبايب بتبقى حلوه. عشان كده بنحب نخرج بره البيت عشان نتلم مع حبايبنا بقى وايه، ونقعد بقى نشتغل براحتنا كده. قفلنا الفطيره زي ما انتوا شايفين، قفلناها زي الظرف يا بنات. شايفين اشتلنا الحزال بتاعنا بقى، وبنفط اللي واقف حوالينا ده بيقعد يلمنا بقى ايه خشب وحاجات من دي عشان نولع الفرن وكده. انا الحمد لله قاعده كده بصور معاهم وقاعده جنبهم، يعني مبسوطه انا بكده بالقعده دي. مستلكه للفرن، هما اللي بيشغلوه بصراحه زي ما انتوا شايفين كده. قاعدين يتريقوا عليا بس انا حاسفه الكلام عشان ما حدش يسمع بقى، يقول لي شاطره انت جايه تصوري وخلاص. قلت لهم ايوه كتر خير على كده. شايفين عمتي ايه اللي بتبطط؟ عشان اما اقول لك اصل ما بقول ان ما قلتش بقى الحقيقه انت حر. عمتي اللي بتعمل الفطير، واخت بقى اللي هتقعد قدام الفرن وانا بصور، عشان عبودي بقى واقف جنبي يقول شيليني يا ماما شيليني، عشان العتمه جت علينا. شايفين الدنيا ظلمت علينا خالص واحنا واقفين، وعبودي خاف فانا شيلته بقى. شايفين القطه بقى، والقطه جت حوالينا اهي، والقطه التانيه ما شاء الله بقى، والقطط بقى وكل بقى حوالين. شايفين يا بنات الفطير بسم الله ما شاء الله، جربوه والله بجد بامانه هيعجبكم جدا. جربوه بالطريقه بتاعتنا دي، وما شاء الله سهل وبسيط جدا. انا كان نفسي اصور لكم والنهار طالع اكتر من كده، بس بقى ايه الظروف بقى اللي حكمت، وعمتي قالت لا لازم نصور، تعالي صوري بقى واحنا بنعمل. قلت لها خلاص يلا بينا واحنا نصور ونعمل احلى والذ فطير سهل وبسيط زي ما انتم شايفين. بعد ما قفلناها سيبناها ارتاحت بقى، وام محمد اختي برده قعدت بقى تفرد فيه، دي اخت ام محمد، والتانيه عمتي برده ام محمد. ماشي يا بنات يلا عشان ما يزعلوش، وانا بقى بصور. شايفين الفرن بتاعنا، وفرشنا بقى الحصيره وقعدنا بقى نشتغل، وهم عمالين بقى يقولوا ايه بصوري بس على الجهاز كده. حطوا لهم بقى لايك، اللي بيحبوا ام محمدين يحط لايك. شايفين يا بنات بسم الله ما شاء الله سهل جدا في الفرد، شايفينه ما شاء الله حاجه كده سهله وبسيطه جدا والله بجد، كان جميل جدا جدا. شايفين اهم حاجه تريحي العجينه بتاعتك وتسيبيها ترتاح تماما، بعد كده تلاقيها اتفردت معاكي بسهوله. لكن تعجني العجينه على طول وتيجي تفرديها، يستحيل ان هي تتفرد معاكي، هتتقطع وهتبقى تخينه ومش هتبقى حلوه. فزي ما قلت لكم بقى، حاولوا ان انتم بقى تظبطوا العجينه في البدايه خالص. فهنبتدي بقى، احمد ابن اختي بقى ابتدى يشغل لنا الفرن. احنا قعدنا بقى نفرد في العجين في الفطير، قلنا هنفرده ونجهزه على ما الفرن بقى يولع، وبعد كده ايه نخبز بقى براحتنا عادي، نقفله ونسيبه، بعد كده نفرد واحده بواحده، لان الفرن صغير مش هياخد الصواني اللي هي الكبيره اللي بالكوا فيها، لا احنا هنعمله في صواني صغيره متوسطه كده هتبقى حلوه وهتدخل الفرن يعني، لكن الصواني الكبيره قوي مش هتدخل في الفرن ده اللي احنا بنعمله في الفرن الغاز بتاعنا وكده، لكن دي صواني كبيره، او الصاج برده كبير برده مش هيدخل في الفرن. فاحنا هنبتدي بقى نعملهم كده ونحطهم في الصواني الصغيره. شايفين يا بنات ما شاء الله رقيق خالص خالص. شايفين الخضره بس بقى كان الليل دخل علينا والتصوير مش ظاهر قوي بقى، مره تانيه ان شاء الله نبقى نعمل لكم حاجه حلوه برده، وتيجوا معايا برده افسحكم حبايب قلب ام سمر. معلش بقى لو اتاخرت عليكم في فيديوهات وكده، لاني مشغوله والله بجد يعني، حبايب قلبي اللي بيسالوا عليا، وانا ان شاء الله هكون معاكم باذن الله على قد ما اقدر باذن الله حبايب قلبي. وبشكر حبايبي اللي دايما بيكتبوا لي كومنتات حلوه ودايما بيسالوا عليا، انا بكون سعيده بجد بجد لما
بشوف التعليقات بتاعتكم، بحس بجد ان اخواتي وبحس ان اهل التانيين بجد ان دايما بتسألوا عليا، بكون سعيدة بجد، بكون مبسوطة وعايزة بجد نعمل لكم كل يوم فيديوهات، لان بحس ان انا قريبة منكم وانتوا قريبين مني. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، هنبتدي نقفلها كده بسهولة خالص، سهل جدا على فكرة، الفطير مش صعب يعني ولا حاجة. البنات اللي بتقعد تقول يا ام سمر بنشف مني، لا يا قلبي ما تخافيش، اهم حاجه اعملي الفطيره عفوا، وبعد ما تعمليها تروح احطها في كيس نايلون وقافله عليها. الصاد بتاع الفطيره او السخنيه هتطري لك الفطيره، هتخليها تطري وتبقى جميله جدا. شايفين دخلنا بقى حمينا الفرن وهنبتدي بقى ندخل الفطير بتاعنا. الطريقه التانية برضو اللي تخلي الفطير طري معاكي، تحطي مثلا تطلعيهم وتحطهم فوق بعض كده، هيطروا برضو وهتلاقي الفطير معاك طري وجميل، وغطيهم برضو بفوطة قطن. تالت طريقة برضو تجيبي بخاخة، ممكن تطلعيه من الفرن على طول وتروحي بخ عليه بالمية كده وتحطهم فوق بعض برضو، هتلاقيه برضو طري معاكي. لكن انك تطلعي الفطير وتسيبيه في الهوا كده هينشف معاك وهيبقى ناشف جدا جدا من بره ومن جوه. اهم حاجة تحطهم فوق بعض او تحطهم في كيس نايلون، او برضو الطريقة التانية ترش عليهم مية وبرضو تحطوهم فوق بعض كده، الفطير بتاعك هيبقى طري وجميل وما يبقاش ناشف معاك. زي ما انت شايفين يا بنات، احنا دخلنا بقى نبتدي نخبز فيهم ما شاء الله. اسهل حاجة ممكن تعملها على فكرة الفطير المشلتت. وعايزة بقى تحشي براحتك، عايزة تحشي لحم عادي، جبنة عادي، تحشي جبنة وفلفل اخضر برضو ماشي، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة اللي انت تحبي، ممكن تبشري على وشها جبنة رومي، ممكن تحشيها برضو او سكر، لو انت حابه ان انت تعملها بسكر عادي ممكن تحشيها سكر او ترش على وشها برضو سكر. الفطير حسب ما تحبي يعني، مش شرط ان انت تعمليه ساده بس انا عن نفسي بحب اعمله دايما ساده ليا ولاولادي. وان حبينا مره ماشي ممكن نبشر على وشه جبنه الرومي وخلاص، ممكن ناكله بقى جبنه عادي حادقه او العسل او المش او الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، بيبقى سهل وبيبقى طعمه جميل على فكره. وهو الفطير سهل جدا يعني، مش صعب ولا حاجة. شايفين يا بنات اللي دخل علينا قوي بجد يعني، واحنا قاعدين برضو قلنا يلا كفايتنا بقى كده ونحاول بقى نخلص عشان نقوم نروح. كنا شايفين الليل داخل علينا خالص، وكمان بقى ايه الاضاءة مش ظاهرة قوي حتى وانا بصور. شايفين ما شاء الله احنا يعتبر في الاواخر هما، قلنا بقى نعمل اخر اتنين عشان خلاص الليل دخل علينا، واعتبر انا سارجة اللمبة بتاع التليفون عشان تنور لي. شايفين الفرن بتاعنا بقى الزقنون الجميل ده، بس ما شاء الله يعني مش حاوجنا لحد، بنعمل كل حاجة فيه. وده الفطير بتاعنا جميل ازاي يا بنات، بسم الله ما شاء الله، طري ورقات رقيق قوي قوي قوي، حتى نسيت اقطع لكم واحدة اوريها لكم من قلبها. شايفين بسم الله ما شاء الله بجد والله كان جميل جميل جميل، رقات كده رقات من قلبه، وبسم الله ما شاء الله كان طعمه مختلف جدا جدا جدا. جربوه بالطريقة دي، ويا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم يا حبايبي. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا القناة وجربوه ان شاء الله هيعجبكم بجد بامانه، والله جميل جدا جدا جدا. ونقول بقى تسلم ايديك يا ام محمد، فطيرك عسل 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 يا عسليه، بسم الله ما شاء الله. عسل ما شاء الله جميل وشكله يفتح النفس، وزي ما انتوا شايفين بقى حطوا لها لايك 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 لام محمد الغاليه. شايفين بسم الله ما شاء الله حاجه عسل عسل عسل، وان شاء الله لسه هنعمل لكم فيديوهات كتيره كتيره واحنا مع بعض، وان شاء الله هسجل لكم الصوت. البنات اللي بتقعد تقول لا بسيب الصوت ومش عارفه ايه، والله ساعات بيبقى فيه دوشه اولادنا وفي دوشه وبنقعد نحكي ونضحك ومش عارفه ايه كده، فما ينفعش ان انا انزل الفيديو بالصوت الاصلي بتاعها، فبضطر ان انا احذفه واسجل بقى على صوت انا بس. بصراحه هو الصوت الاصلي بيبقى جميل وكده، فالامر ساعات بضطر ان انا احذفه وساعات بسيبه. شايفين يا بنات بالله بامانه بجد عسل عسل عسل، جربوه بقى بالطريقه بتاعتنا دي وان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوا القناه اضغطوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.